كم يرموا لينا هكذاك الاخر شوف نتاع الكاطو نتاع يا وعيهم على النظافه على التشجير على ايوه على حملات تطوعيه في المدارس في اطار استراتيجيه المسطره على مستوى ولايه باتنا وتنفيذا توجيهات وتعليمات ساميه سيد رئيس الجمهوريه لا سيما خلال لقاء الحكومه مع الولايات الاخير بدينا في عمليه تاع تفتيش ومراقبه ومعاينه ميدانيه لكل مدارس المؤسسات التعليمية سواء كانت في الطور الابتدائي أو متوسط أو ثانوي وذلك من أجل مراقبة ومتابعة وضعية التمدرس على مستوى ولايتنا ما يخفاش عليكم بأن ولاية باتنا من الولايات الكبرى عندنا أكثر من 680 مؤسسة تربوية اليوم كانت زيارة تاعنا إلى بلدية فيسديس نشرنا كل فرق التفتيش على مستوى كل بلديات والدوائر وكل القرى وهذا التفتيش اللي بديناه حنايا شخصيا من أجل تفتيش وضعية التمدرس على مستوى ولايتنا لتأكد ورفع النقائص والتكفل بها مستقبلا ولكن يمنع منعا باتا في الوقت اللي انا فيه باش يكون هناك اطعام بارد يمنع منعا باتا باش يكون النقل مش متوفر عطية التعليمات من اجل توفر نقل ولو بالكيرا وسوف تتكفل الولايه بدفع الفاتوره وايضا تصليح الحافلات المعطله من جهه اخرى ايضا التكفل بالتدفئه مهما تكون ظروف مختلف الوسائل سواء كانت التدفئة عن طريق التدفئة المركزية أو التدفئة عن طريق الغاز وغيرها من الوسائل التي تستعمل من أجل التدفئة في كل المرافق التربوية إذا العملية متواصلة وسوف ننتهي إن شاء الله من عملية التفتيش قبل يوم الخميس ومنها سوف نقوم بعملية يعني تقييم شامل وسوف نتكفل بكل النقائص المتواجدة على مستوى المؤسسات ولو أنها نقائص كبيرة وتراكمات كبيرة ولكن مهما تكون ظروف لابد أن نتكفل بها.